دايما يا اخي لاحظنا في الشام عكس ما هنا بنلاحظ في الشام، دايما نخش في المباني القديمه اللي زي دي من ضيق لواسع، هنا من واسع لضيق. وهيك يعني لو بص حتى يعني دخلنا حتى من واسع الحكايه عماله تضيق كل شويه علينا. يا سيدي انت اقوى ملاحظ في اكيد فلسفه العالم. في الموضوع ده بطل العالم في الملاحظه. طبعا نحن الان في حي الجديده وهو من اهم الاحياء القديمه في حلب، جزء منه يعود إلى الفترة المملوكية المتأخرة، وتوسع هذا الحي في العهد العثماني. فيه مجموعة كبيرة من البيوت الجميلة جدا تصدح بموسيقى الحجر كأنها تعزف سيفونية. بعض هذه البيوت تحولت إلى مطاعم وإلى فنادق فاخرة جدا تستقبل السواح من كل أنحاء العالم، منها بيت وكيل الذي سيقدم لنا وجبات شهية تشتهر بها حلب. حلب أم المحاشي والكباب، وأهم المزات مقبلات، يعني المقبلات الحلبية بابا غنوج. نعم براو عليك براو عليك، تفضلوا بس فضلوا. ان شاء الله ليكون عم يصدح. اهلا وسهلا تفضل. اهلا وسهلا مخلل. نعم اهلا يا اهلا حبيب. وسهلا اهلا وسهلا تحياتي سلامات حبيبي. اهلا بالشباب استاذ حبيب، حيعطينا فكره عن خصوصيه البيت الحلبي بيت وكيل وخصوصيه الاكل الحلبي ايضا. يا شباب اهلا وسهلا فيكم. هذا بيت حلبي مثالي تقليدي، بيت عمره 450 سنة، العمر الطويل الله يخليك. تم ترميمه بعام 1993 بلشنا نرموه، والآن أصبح فندق، القسم هو الفندق وجوه المطعم. خصوصيات البيت أنه بيمثل البيت الحلبي الحقيقي، مثل ما شايفين هون قسم العائلة كان، ولهيك ما في زين كتير، يعني ما في تخاريم، ما في أعمال أرابيسك كتير. إذا بتلاحظوا بيكون فيه مثل هون طلع هون في خط عربي قديم، خط مملوكي هذا، وراح تشوف الفرق الكبير بين هون وجوا. جوا في تخاريم تاخذ العقل. شو جوا القسم؟ جوا القسم كان للزوار، هلا صار مطعم، محل ما راح نستضيفكم ونغديكم. اهم ما في الاكل الحلبي انه عملوا اكل هجم، يعني نحن بهالبلد هون بما انه كانت محطه لطريق الحرير، فعملوا تطور الاكل بشكل تيناسب اذواق جميع الناس يلي بتعدي من هون، وصار شيء اسمه المطبخ الحلبي. واهلا وسهلا بكل الكبه الحلبيه، وعدا ذلك المقبلات الحلبيه مهمه كثير. سامح لانه ذوقه صعب بالاكل. يا سيدي انا بتحدى سامر يلا. وبعدين هون اخواننا كلهم بكل الدول العربيه اخذوا من هون اصل المقبلات، وكل واحد فنن فيه على ذوقه. اللي بيذوق الاكل الحلبي بينسى كل شيء باقي. طيب حنشوف. يلا هلا بنشوف الفيلم سوا. وهول المزوات الحلبية، ومنبلش بأنواع الكباب يلي بتدخل بخانة المقبلات. هاي كبة الصاجية الحلبية مقلية قلي، هاي كبة المشكورة الحلبية، هذا اليلنجي ورق سلق محشي رز وزبيب ومطبوخ بالزيت، هاي الكبة النية الحلبية الشهيرة، المحمرة الحلبية، هايدي السندمانات نسميها نحنا، وهذا هو الفتوش، صحن الفتوش الحلبي، هذا السجق، لفائف السجق المخلية، والسجق أكلة موجودة بحلب ومشهورة كتير بحلب. هذه الأكلة اسمها هبرة السمك، ما فيها سمك بتاتا، فيها التتبيل اللي بتبلو فيها السمك مع لحمة عجل، وهذه هي الأكلة اسمها معجوقة، هاي لحمة كباب حلبي محشية جواتها فطر وجبنة وسبعة من أنواع بهارات مختلفة وفليفلة خضراء. هذه كمان أكلة حلبي قديمة جدا اسمها أقراص نعناع. هذا المتبل الحلبي باذنجان مشوي شوي، هذا نفسه الباذنجان مشوي شوي ولكن سلطة. برك بالجبنة، هي لفائف برك فيها جواتها جبنة خضراء حلبية مقلي قلي، وهذا الحمص الحلبي، وطبعا هاي التبولة الحلبية. ويا شباب قبل ما تبلشوا بالهنا بدي انصحكم انه اعملوا مثل ما بنعمل نحن هون،
الاكل بناكله غمس تغميس يعني. ايوه يعني بنقطع الخبزه هيك بنلفها وبنغمس في الاكل وبناكله. تمام صحتين وهنا على قلبك. بس لحظه يا سامح، انت اختصاصك حضره السمك يعني لحم العجل وبس، وانت اختصاصك اليالنجي، اما الباقي فرجاء من اختصاصي.